بخصوص ما أشرتم إليه زميلي طارق حول الهجمة الشرسة التي قامت بها جريدة الموندو في حق مؤسسات وفي حق رجالات الدولة ببلادنا، أنا كعبد ضعيف لم أستغرب، لأن القاعدة هي أن تسبنا وأن تشن علينا الموندو حملاتها الشنيعة، والاستثناء هو أن لا تمسنا بالشر. الموندو معروفة بتوجهاتها التي تخدم اليمين، إلا أن هذا اليمين تزاد له، ما بقاش غير اليمين دابا، تزاد له شي شوية ديال الفلوس، الأموال ديال الإمارات تهاطلت على اليمين وعلى صحافة اليمين الإسباني ليخوضوا حربا بالوكالة، حربا إعلامية للمس بالمؤسسات الوطنية المغربية. لكن يبقى مجرد أن الجبهة الداخلية المغربية أقوى من أن تنال منها هذه الخزعبلات اليمينية ولا الإماراتية ولا غيرها. المغاربة يعرفون جيدا خبايا اليمينيين الإسبان بحكم القرب الذي يجمعنا بيننا وبين المدينة المحتلة ليا. ما قامت به جريدة الموندو في هذا الظرف بالذات كنت أتوقعه لعدة أسباب، لعل أبرزها الحصار الذي يمكن لكل مواطن مغربي أن يعتز به ويفتخر، الحصار الذي فرضته المخابرات المغربية على التحركات وعلى أنشطة المخابرات الإسبانية خاصة في عهد الحزب الشعبي بهذه المناطق، ما قامت به مارتشيكا ببوخانا، وما قامت به السلطات الإقليمية بتشارانا، كان من بين الأسباب التي حركت أصحاب الموندو الذين نعرف زياراتهم التي كانت تتم إلى مدينة الناظور بحثا عن كل ما يسيء للعلاقات المغربية الإسبانية. إذن هناك اعترافات إسبانية بنجاعة وبحنكة المخابرات المغربية، لم تعد إسبانيا من السهل عليها أن تلعب وأن تصول وتجول في مناطق الريف والناظور بالخصوص، بل أدركت جيدا بأن لهذه المنطقة عيون تراقب وعيون تتصدى لكل من يحاول أن يتجسس على المنطقة وعلى الوطن. كتابات الموندو شخصيا، لأن خضنا معها نحن كمجتمع مدني، خضنا معها أكثر من حرب خلال تواجدنا وخلال الأشكال النضالية التي خضناها بالمعابر الحدودية دفاعا عن كرامة المواطن المغربي، ولم تكن العناصر الأمنية الإسبانية التي كانت تسيء للمغاربة وتسيء وتهين كرامة المغاربة، لم تكن هذه العناصر تجد من دعم ومن سند إلا جريدة الموندو، وبالتالي فالموندو هي دائما على استعداد لإهانة المواطن المغربي وللمس بالمغرب والمغاربة، وبالتالي نحن لا
لا يمكن أن نعطي أي اهتمام لمثل هذه الكتابة الساقطة، لهذه الأساليب التي تلتجئ إلى جريدة الموندو، أساليب ابتزازية معروفة، وبالتالي لتطمئن لا الإمارات ولا اليمين الإسباني بأن هذا البلد اسمه المغرب، وما أدراك ما المغرب، الشعب ملتف وراء القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الاستقرار، الأمن، هذه هي النعمة اللي الله سبحانه وتعالى نحمده عليها، ولا أعتقد على أنه سيكون في إمكانية لا الموندو ولا من يحرك الموندو ولا الأموال الإماراتية ولا أي كان أن ينال من هذا هذه الشبهة المتماسكة التي تسعى دائما إلى العيش في أمن واستقرار، وهذا ما تفقده العديد من الدول في العالم اليوم.